الحرب ليست متاحه لانه ما كملش استعدادات القوات الجاهزية. المسلحه، نعم. مش جاهز، وهنيجي ليها دي. الجزء الثاني السلم، الطرف الاخر مش عايز سلام. ومشروع السلام كانوا بداوا الروس يتكلموا في الاتحاد السوفيتي مع الرئيس عبد الناصر من 69، خلاص تعالوا خدوا سينا ونحل الموضوع. ده كان اقتراح، كان اقتراح وعرض على الاسرائيليين والامريكان اشتغلوا فيه. لا، اقتراح كان مين يا فندم؟ اقتراح من الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي عبر اتصالات مع اسرائيل، والولايات المتحده كان عندها اقتراح. تعالوا ننهي الحرب وتاخدوا سينا بشروط معينه. ايوه. فطلع جولدا مائير ما كانتش مرحبه. ايوه. نعمل سلام ليه؟ ما هم مهزومين. ايوه. انا اعمل سلام معاهم ليه؟ يعني ما عندهمش جيش يخوفني. سينا عندي. انا سينا عندي وما عندوش جيش وما يقدرش يحارب. ايوه. وطلع مشي ديان قال احنا موافقين بس ما ياخدوش شرم الشيخ ابدا. عشان نعرف اهميه شرم الشيخ. ايوه. وقال سلام بلا شرم الشيخ مرفوض. الحرب افضل. العين على شرم الشيخ طبعا تحديدا. وضوح كده. طب ماذا يفعل؟ جمال عبد الناصر. فجاء حصلت بقى مبادره روجرز والقصه اللي احنا عارفينها ديت. أيوة. وقف اطلاق النار وحائط الصواريخ. أيوة. فجاء الرئيس السادات. الخطه دي كان او الطرح ده كان موافق عليه جمال عبد الناصر فين؟ لا، كان بيناقش في تفاصيل. بيناقش هو كان عبد الناصر لو قال لا يبقى هتطلع بقى الحدوته، هتلر الصغير عايزين تبيدوا اسرائيل وكده. قال لهم طب تعالوا اتفضلوا مع واحد اثنين ثلاثه هنحل ايه في المشاكل الباقيه. تمام. فما جاء الرئيس السادات في 72 في بيان توفيق الحكيم كان في موقف بالغ الصعوبه. ايوه. هو مش هيقدر يطلع يقول للمثقفين انا مش قادر احارب دلوقتي. ايوه. ومش هيطلع يقول طالما ان انا مش قادر احارب يبقى اوريدي مفيش سلام. تمام. انت تعمل السلام حينما تكون قادرا على الحرب. وهو عمل وهو منتصر. نعم. طبعا قادرا على الحرب. خلينا في دي الاول. حينما لا تكون قادرا على الحرب وما عندكش جيش ما حدش هيعبرك ولا حد يقول لك سلام. لانك هتبقى سلام في موقف ضعف. لا، هو انا بعمل سلام مع مين؟ صحيح. انا بعمل سلام مع القوي اللي ممكن يخوفني. بالظبط. اذا انت ما انتش قوي ما بتخوفنيش اعمل سلام معاك ليه؟ صح. ما هي كده. ايوه. فجاء الخطوه الثانيه الجباره واللي هي انا رايي الاقوى اللي خدها الرئيس السادات وتاريخيا لم تدرس الى الان بشكل كافي، وهي انه قال للخبراء الروس في يونيو 72 متشكرين مع السلامه سيبوني. لماذا؟ ليه؟ أنا عندي عدد بيقدر كان بحوالي 18 ألف خبير عسكري روسي موجودين في الجبهة. في الجبهة. لو أنا حاربت وانتصرت بدول الانتصار سينسب للاتحاد السوفيتي. تمام. وليس للجيش المصري ولا المقاتل المصري. يبقى أنا عمليا ما حاربتش. طيب. لو أنا حاربت ودول موجودين في وجودهم يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل تدخل مباشر. طالما هم موجودين. انت موجود الروس. انا داخل بحارب في الحرب البارده، انا داخل احارب الروس، يبقى في هذه الحاله ليس مستبعدا حتى انه يضربك بقنبله نوويه. تمام. وبالتالي كان انا رايي كان اهم خطوه في الاعداد للحرب ان الرئيس السادات قال للخبراء الروس متشكرين مع السلامه. كده بقينا جيش لجيش. ايوه. ما تقدرش الولايات المتحدة جيش مصري صافي. جيش مصري في مواجهة الجيش الإسرائيلي. نعم. إنما في وجود المستشارين العسكريين الروس وأنا هقربها. إحنا دلوقتي علشان في مستشارين عسكريين روس في سوريا. هو مش كل شوية الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل غارات جوه؟ أيوه. ده حاليا نعم. الآن نعم. وكل شوية إسرائيل تعمل غارات جوه تقول أصل أنا بضرب أنا ماليش علاقة بإسرائيل، أنا بضرب المواقع الإيرانية، بضرب الخبراء الإيرانيين، أنا صحيح. بضرب الخبراء الروس. أنا كنا هنبقى بالشكل ده. هنبقى في رجل على الارض بتاعتنا. الجيش السوفيتي موجود. نعم. على ارض جمهوريه مصر العربيه. أيوة. والله لما تيجي الولايات المتحده الامريكيه تبعت قوات او الحصون السادس ويقول لك والله يا مصريين احنا متاسفين احنا جايين بنضرب السوفيت. ايوه. احنا ما بنضربكمش انتوا. مفهوم. وبالتالي اهم خطوه عملها الرئيس السادات رحمه الله هي دي. أيوة.